هنا. راح فين يا استاذ؟ مفيش فتحه فوق. برقص يا سيدي برقص، مفيش حته فاضيه، ما انت شايف المولد. ليلى، ها اخبارك ايه؟ كله تمام. ها وانتي اخبارك ايه؟ انا ملاحظه حاجه غريبه يا ليلى. شريف، شريف طريقه كلامه فيها لهفه، نظراته كلها شوق، حركاته كلها حب، زي اللي عمره ما اتجوز قبل كده. انا كنت عايزه اقول لك الكلام ده لكن خفت تقولي عليا اني تهت واني مش قادر اقاوم، ان اعصابي انهارت وحالتي بقت حاله، وخفت تقولي عليا ان وحشني المجرم ده واني بحبه خالص خالص. يا خبر يا ليلى، معقوله اقول عليكي كده؟ انا كل اللي مخوفني انك تضعفي لانك حنينه وتكوني بمشاعرك لانك رقيقه وحساسه، عشان بتحبيه قوي قوي. وايه كمان؟ قولي يا منى قولي. ده والدك لذيذ قوي. حاضر حكمت، مع السلامة. كلامه كله لهفة، نظراته كلها زي اللي عمره ما اتجوز قبل كده. حبيبي يا احمد، حبيبي يا حبيبي. هو انت وصلت للحالة دي؟ ليه تحشيها؟ العواطف دي كلها ليه تخبيها؟ النار دي كلها ليه تطفيها؟ لا إلا أنا، أنا وأنا كمان. ثانية واحدة، خليكي زي ما انتي، ما تتحركيش. ها ما تتحركيش عشان يعني، وبعدين ربنا هيكرمنا ان شاء الله. ثانية واحدة يعني، عشان في الباب راح زي ما انتي واقف هنا. افرض انا بعمل يعني في يا جماعة الدكتورة ماتت. مش معقول معقول. لا مش ماتت يعني، هي تعبانه شويه مش هتقدر تتحرك، عايزه دكتور. يلا روحوا. مدام امليه انت روخ، مدام امليه روخ، مدام امليه انت تروخ، روخوا كله روخ. دكتوره ذكيه جدا، لما اقول لكم ماتت تبقى اسمها خلاص. انت ايه اللي جابك؟ لا ما هو كان شويه صداع وراح اللي عليه الدور يتفضل. امال بتقول ماتت ازاي يا استاذ؟ بقى ده كلام بقى كدبنا انا واستاذه واحده ست. يلا روخوا كله روخ. تسمع؟ نعم. قول لها أنا جيت. وفين الست هانم بتاعتك؟ ده أنا العازب اللي فوق.
ايوه بس دي دكتوره امراض نساء. مش شغلك، بس خش قول لها. اه عرفت، لازم حضرتك حامل. ايه حامل يعني؟ لا انا مفيش حاجه يعني، ومعدتي سليمه. والنبي احنا مش ناقصينك انت كمان. اسمع، انا بذلت مجهود كبير علشان اقنع نفسي، علشان اجي وسط الجماهير دي، واذا ما قلتلهاش انا همشي. امشي امشي نحسن الطم والم عليك الحته كلها. امشي. مسكين اصلك مش عارف. شايفه الناس اللي ما بتضيعش وقتها؟ ايه مش هتعمل ايه؟ اوعى. ايه اللي بتعمله بره ده؟ انت بتسالين انا؟ امال اسال مين؟ اسالي الست اشهر. ست اشهر وانا محبوس جوه حبك، وكان اللي مصبرني الامل. الامل في منى اللي كنت فاكر اني هلمس الحب يوم ما المسها. وجت الاجازه ويا ريتها ما جت. ضاع الامل. وضاعت منى. وضاعت الاجازه. شريف يا حبيبي، انا عمري ما ضيعت منك، بس انت ما تتكلميش، ما تتكلميش خالص، خليكي ساكته. خليني ابص لك، انا بحب ابص لك وانت كده. عن اذنك بقول ايه؟ مش تيجي نكمل الحديثه؟ وهنا ادرك شهرزاد الصباح. كوكو كوكو. كوكو ايه بس؟ كوكو كوكو ليه؟ خد يا واربط لها رجلها كويس. نبي لو سمحت، عشان بس الست عايزه تقعد. قوم. انا؟ ايوه انت ابو الامبي. قوم اقعدي. اتفضلي يا هان. اضغط على الركبه كويس. نعم. بلاش عشان انا مش يعني تعبان بقالي ست اشهر. عشان البحر شدت
مش قوي يعني كده. شدوا افتح لي، افتحوا الشباك، افتحوا لي الشباك. تمرجي ممرض ممرض. انا عارف انك تعبان والزحمه دي قرفاك قوي قوي يا اخي. تحب اخلصك من الزحمه دي؟ ايد على كتفك. خش قول لها انا وصلت. وبعدين هتوزع الناس دي كلها. يا سلام. وهتروح انت كمان. وانت اخش انا اكشف. انا اروح وانت تخش تكشف. اكشف. انت محتاج حقنه شرجيه واسبوع راحه في السجن. اصلك ما تعرفش هم عاملين الزحمه دي كلها علشان اقدر اخش الشقه في غياب جوزها البحار. ايه يا واد الحلاوه دي؟ ايه ده؟ ده انا جوزها البحار. جوزها؟ ايوه. يا عبده طلع الاسانسير ونزل العفش. انا معزل. سلام. عايزين نبقى نشوفك برضه. خلاص بقى.